سلامي زليف، النهارده هناخد مع بعض درس في الجرامير وهو ليز ارتيكلا اند فيني معناها اللي هي ادوات النكره. ليز ارتيكلا اند فيني، تعالوا مع بعض نشوف يعني ايه ادوات النكره. احنا عندنا تروا ارتيكلا اند فيني، عندنا ثلاث ادوات نكره هما ان دي. تعالوا مع بعض نشوف كل واحده على حده يعني ايه ان دي. الثلاث ادوات دول اسمهم ادوات نكره، وظيفتهم ان هما بيجوا امام الاسم علشان يعرفوني نوعيه الاسم ده، مفرد ولا جمع، مؤنث ولا مذكر، نعرف هويه الكلمه. وفي نفس الوقت ان انا بتكلم عن شيء عام، شيء مبهم، بتكلم على الشيء بصفة عامة مش بحدد. نشوف مع بعض أول أرتيكل اللي هي devant un nom masculin singulier. ان دي بتيجي أمام الاسم المفرد المذكر، بتأتي أمام الاسم المفرد المذكر. نشوف الاكزامبل بتاعتنا زي امبير معناها اب، ام بروفيسور مدرس او معلم، ام بونك اللي هو الديسك اللي احنا بنقعد عليه في الكلاس. يبقى اول بريمير ارتيكل عندنا، اول اداه عندنا اللي هي devant un nom masculin singulier، بتأتي أمام الاسم المفرد المذكر، زي un père, un professeur, un punk, un garçon. بتكلم عن الشيء بصفة عامة مش بحددها، بتكلم عن أب، بتكلم عن مدرس، بتكلم عن بونك اللي هو الديسك اللي بنقعد عليه. تمام، وظيفتها ايه؟ ان هي عرفتني ان امبير دي مذكر، امبير ان هو نو ماسكولا سانجولي، بير مذكر مفرد مذكر، امبير ام بروفيسور اللي هو المعلم او مدرس مفرد مذكر، ام بونك اللي هو الديسك اللي بنجلس عليه. تمام، الادوات دي بتاتي امام الاسماء العاقله وغير العاقله، بتيجي قدام اسم عاقل، اسم شخص، وممكن تيجي قدام اسم حيوان، جماد، بتعرفنا نوعية الاسم، بمعنى اللي هو بمعنى ان احنا بنعرف الاسم ده مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع. نشوف تاني اداة عندنا اللي هي ان devant un nom féminin singulier، devant un nom féminin singulier، بتأتي امام الاسم المفرد المؤنث، بتأتي أمام الاسم المفرد المؤنث. عندنا الاكزامبل بيقول une gomme, une feuille, une porte. une gomme اللي هي الأستيكة، une feuille البنت، une porte اللي هو الباب. يبقى تاني أرتيكل عندنا une بتأتي أمام الاسم المفرد المؤنث. أول واحدة خدناها كانت بتأتي أمام الاسم المفرد
المذكر. يعني كل اسم مذكر سواء عاقل أو غير عاقل هياخد الارتيكل ان، بس في حالة انه يكون مفرد، في حالة انه يكون مفرد. ان بتأتي امام الاسم المفرد المؤنث، بتأتي أمام الاسم المفرد المؤنث. ديفو ان نوم فيمينان سانجولي، زي إن جام، إن جام غير عاقل بس كلمة مؤنثة. إن في، بنت عاقل كلمة مؤنثة. إن بورت، إن بورت اللي هو الباب في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة. نيجي نشوف ثالث أرتيكل عندنا اللي هي دي devant un nom pluriel، devant un nom pluriel بتأتي أمام الاسم الجمع، بتأتي أمام الاسم الجمع. وفي الحالة دي إن هي بتيجي قصاد قبل الاسم الجمع بحالتين، بالحالتين بتوعه سواء المؤنثة أو المذكرة. طيب بنقولها ازاي؟ هنرجع مثلا للمثال الأولاني في أمبير. أب، احنا قلنا هنا ان أب مفرد مذكر. طيب عايزين نجمعه نقول أباء، هنقول دي بير ونحط أس الجمع في آخر الكلمة دي بير. نشوف في التأنيث إين جام وإين في. طيب عايزين نجمعهم هنقول إيه؟ إين هنقول دي جام، وأهم حاجة ناخد بالنا من أس الجم اللي هتبقى موجودة في الكلمة. يبقى إحنا عندنا تروى أرتيكل أن ديفيني، عندنا ثلاث أدوات نكرة عرفنا أن هم وظيفتهم بيجوا يعرفونا هوية الاسم ده جمع ولا مفرد ولا مذكر ولا مؤنث. وفي الغالب في اللغة عندنا في الفرنساوي إن احنا بنحفظ الكلمة بالأرتيكل بتاعتها، بنحفظ الكلمة بالأرتيكل بتاعتها. عندنا un devant un nom masculin singulier، عندنا un بتأتي أمام الاسم المفرد المذكر، وخدنا المثال على كده. عندنا une devant un nom féminin singulier، بتأتي أمام الاسم المؤنث ويكون مفرد. عندنا دي بتأتي أمام الاسم الأسماء الجمع بحالتينها، بالحالتين بتوعها اللي هما المذكر والمؤنث، زي ديزامي دي كارسون دي كريون. هنشوف مع بعض كده اكزامبل اكسرسيز. شوازي، هنختار ان ولا اين ولا دي. اول واحده عندنا كارسون، طيب نشوف مع بعض كارسون ده ايه، ولد ولا بنت؟ برافو كلكم قلتوا ولد، جارسون يعني ولد. طيب نشوف جارسون ده، جارسون مفرد ولا جمع؟ ناخد بالنا من النقطة دي قبل ما نختار الارتيكل بتاعتنا. هل يا ترى كلمة جارسون فيها أس الجمع ولا هو جارسون ولد بس مفيش أس جمع؟ يبقى في الحالة دي هنختار أن. تاني حاجة عندنا كلاس كلاس اللي هو فصل، كلاس. تالت حاجة إليف. رابع حاجة إيكول. نشوف مع بعض الحل. أول واحدة هتبقى أن، تاني واحدة هتبقى إن كلاس، عندنا إن كلاس هتبقى مؤنثة. ثالث واحدة عندنا هتبقى ديزيليف اللي هما التلاميذ علشان أس الجمع
إليف آخرها أس جمع، فخدت الأرتيكل للجمع ديزي ليف ديزي كول اللي هي مدارس. complet avec les articles indéfinis j'ai point livre j'ai un book ou عندي كتاب je suis point fille il a هو يملك رجلة مسطرة tu as point gomme je suis il point élève il est matrice اول واحدة هنحط لها الارتيكل بتاعتنا هتبقى j'ai un livre j'ai un livre انا عندي كتاب او انا املك كتاب كلمة كتاب عندنا مذكرة فهتاخد الارتيكل المذكرة un numéro 2 je suis une fille انا اكون بنت je suis une fille il a une règle il a une règle هو عنده مسطرة tu as des gommes tu as des gommes اللي هي انت عندك مجموعة من الاساتيك لان ناخد بالنا ان جوم اخرها اس دي فعشان كده حطينا لها الارتيكل دي جو سوي ان ليف جو سوي ان ليف اللي هي انا اكون تلميذ الي ان ماتريس الي ان ماتريس هي بتكون مدرسه او معلمه ميرسي